فما هي الوسيلة التي تنفع في الدعاء؟ ما هي الوسيلة أو الوسائل التي تنفع بالدعاء؟ هل يتوسل إلى الله؟ نعم يتوسل إليه، لكن يتوسل إليه بماذا؟ يتوسل إليه بما شرع، بما أذن. وقد أذن الله لنا أن نتوسل إليه في دعائنا بأمور نذكر تلك الأمور. من أولها التوسل إليه بأسمائه، فما توسل إليه بشيء أحب إليه من أسمائه الحسنى، هذا التوسل إلى الله بأسمائه. ثانيا التوسل إلى الله بصفاته، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء. هذا الدعاء دعاء إبراهيم عليه السلام وليس فيه اسم من أسماء الله، لكن فيه صفة الله، تعلم وتعلم صفة العلم، ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله. فهنا أثبت العلم ونفى أن يخفى على الله شيء، وهذه الصفة صفة الإحاطة دعا بها إبراهيم عليه السلام، وهذا دعاء وتوسل الله بصفاته. طيب، ثم من أبواب وأنواع التوسل التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي وفقك الله له، بالعمل الصالح الذي وفقك الله له. وما من عمل صالح تعمله إلا وقد وفقك الله له، وما توفيقي إلا بالله. ومن ذلك التوسل إلى الله بالإيمان، أنك آمنت وإيمانك هذا من الله، الله الذي جعلك تؤمن. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. ومن أنواع ذلك التوسل قول الله عز وجل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هنا توسل إلى الله بعمل صالح أو عملين صالحين، العمل الأول الإيمان بالله، والعمل الثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا الله بعد هذا التوسل فاستجاب الله لهم. فأنت عندما تعمل عمل صالح أخلصت فيه لله واتبعت سنة رسول الله، يجوز لك أن تتوسل إلى الله بذلك العمل الذي عملته.